السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بعض الأخبار سريعة عن الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وافقت على طلب نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري بخصوص استخدام حكام أجانب. وأعلن الموقع الرسمي لنادي الاتحاد على أن الاتحاد المصري وافق على استخدام حكام أجانب، ودفع نادي الاتحاد نصف قيمة استخدام الحكم الأجنبي وهي 25,000 دولار للقيمة الإجمالية. نادي الاتحاد دفع منها 12,500 دولار، نادي الزمالك هيكمل وهيدفع. الكارثة بقى مش كارثة، يعني شوف يعني موقع أو صفحة زملكاوية طلعة تقول عاجل اتحاد الكرة يوافق على طلب الزمالك باستخدام حكام أجانب بعد الفضائح التحكيمية والظلم التحكيمي ضد نادي الزمالك في مباراة المقاصة. مباراة كانت لسه امبارح والكذب اشتغل النهاردة والإفك اشتغل النهاردة. طيب كل الحكام قالوا 3 ضربات جزاء للمقاصة وضربتين للزمالك، أو حكم تاني قال 2 ضربات للمقاصة وضربة للزمالك، لكن يقول لك لا الاتحاد وافق علشان الظلم التحكيمي. دي حاجة. الحاجة التانية برضو موضوع سمير محمود عثمان وجمال الغندور، ده قصة تانية. شالوا الراجل عشان كان بيشتغل في قناة النادي الأهلي، وجابوا جمال الغندور ليه؟ ما هو كان بيشتغل في قناة بيراميدز، ده كان بيشتغل في قناة وده كان بيشتغل في قناة. هل بيراميدز خلاص ما عادش له وجود في الكرة المصرية؟ لا، نادي بيراميدز موجود زي ما النادي الأهلي هيفضل موجود. فأشياء غريبة بتحصل وتقييمات بتحصل، وبرضو كانوا بيقولوا الحق عمرو الجناني أول ما هيجي هينظف البتاع، واللجان هيمسكها خبراء اجانب. اتمنى لجنه الحكام هيمسكها راجل حكم مصري. يعني فين بقى الخبراء الاجانب وفين اللي هيمسكوا فين؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره المقبله لسه ياما. اما بالنسبه للاعب النادي الاهلي باسم علي، فباسم علي زي ما انتم عارفين النادي الاهلي كان في جلسه جماعته مع السيد عبد الحفيظ، والنادي الاهلي باسم علي وقع او جدد تعاقده للنادي الاهلي لمده 3 سنوات، كان في كلام على انه ممكن يتم اعارته لنادي الاسماعيلي، لكن الحقيقه النهارده القصه انتهت، تم اعارته الى نادي الجونه لمده موسم. اما بالنسبه لايمن حفني لاعب نادي الزمالك، فانتهت قصته مع نادي الزمالك وبدا قصه جديده مع نادي مصر المقاصه بعد انتقاله بشكل رسمي وبيع نهائي الى نادي المقاصه بمبلغ 3 مليون جنيه. كان مرتضى منصور كل ما يطلع على جماهير نادي الزمالك جراس عنيد، ما بيلعبش مدبولي ولا يلعب حفني ولا يلعب عنتر. حفني راح فين؟ لو هو كفء وجيد حفني وبتاع كان كمل، لكن بعد ما مشي جراس راح بايع الاثنين. طب فين كلامك؟ مش هو انت كنت مشيت عشان ما بيلعبش الاثنين؟ طب انت وديت مدبولي الاسماعيلي ووديت حفني المقاصه، يبقى مين اللي كان صح؟ لكن بيحدث جماهير مفيش مشكله، العزبه عزبتنا ومحدش يقدر يكلمنا. ده بالنسبه لنادي الزمالك. برضه النهارده كان في قرعه دوري ابطال اوروبا واختيار احسن لاعب في اوروبا، وتم اختيار لاعب فان دايك لاعب نادي ليفربول كاحسن لاعب في اوروبا. وبرضو القرعه هنذكر المجموعات، لكن برضو في القاره الافريقيه يوسف البلايلي كان في كلام كتير عن اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هينضم الاهلي هينضم الزمالك، عايز الاهلي اول، عايز الزمالك الاهلي نادي كبير والزمالك نادي كبير ومش عارف الكلام ده كله. وقال لك الترجي هو وقتها الترجي قال لك ان يوسف البلايلي مستمر لما الا لو جاله عرض كبير في اوروبا، فجاله عرض من المملكه العربيه السعوديه ب 3 مليون دولار تم بيعه تقريبا لاهلي جده في السعوديه. فيوسف البلايلي مش موجود، لاعب رائع وله قصه كبيره، يعني قصه من ادمانه لايقافه وليه اشتغل على نفسه ورجع تاني واثبت نفسه في بطوله افريقيا الاخيره اللي اقيمت في مصر واحرزتها الجزائر الشقيقه. ده سريعا. تعالوا بقى في برضو احمد الطيب. احمد الطيب مش عاوز يجيبها لبره، يعني امبارح بعد مباراه الزمالك والمقاصه كان مدحت العدل على تويتر، فبعض جماهير النادي الاهلي يعني خله بعض جماهير النادي الاهلي يعني هجمت مدحت العدل اخو محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي. لكن عارفين مدحت العدل، مدحت العدل زملكاوي زملكاوي يعني، وبيخش وبيهاجم ويتكلم بطريقة. فبعض الجماهير هجمته بعد مباراة المقاصة تقريبا علق على الحكم أو حاجة زي، فالناس هجمته. مش قصة هجوم بقى، يعني بنقول حتى لو اللي هاجم ده غلط والأسلوب الشتيمة أو التجاوز ده غلط مرفوض، واللي بيتم ده كله ما بنعممش. لما احنا النهارده مثلا بعد من جماهير نادي الزمالك تطلع تشتم، ما بقولش كل جماهير نادي الزمالك قلة أدب، او لما جماهير النادي الاهلي تخطئ ما بنقولش كل جماهير النادي الاهلي اخطات،
بنقول بعض قلة، لأن التعميم بشكل عام في أي مجال بينم على غباء الشخص اللي بيعمم يعني. لكن أحمد الطيب النهارده عمم جماهير النادي الأهلي يعني، عمم وأساء لجماهير النادي الأهلي يعني. النهارده أنا بقول لك إيه، يعني كتب من خلال صفحته على تويتر: رغما عنهم، رغما عنهم، شوفوا رغما عنهم، مشاهدة جمهور الأهلي التلفزيونية لمباريات الزمالك في نهائي السوبر المصري السعودي والفوز بها، يعني المباراة أساسا الأهلي كأس السوبر المصري السعودي الأهلي رفض يلعب، هما بقى الأهلي رفض يلعبوا علشان كان في عندنا مشاكل الاتحاد يا عم وفق لي بين بطولة إفريقيا وبين الدوري وبين اللعب في البطولة السوبر البطولة العربية واللعب في السوبر المصري، بقول الاتحاد حدد لي ميعاد، مباراة اتأجلت مرة واتنين مفيش ميعاد لها، مش عايزين يظبطوا لنا ميعاد. فطبعا الأهلي في اولويات، مش هيلعب بطوله عشان يضحي مثلا بطوله افريقيا، ولو ان بطوله افريقيا راح، مش هيلعب بطوله مباراه علشان يضحي بالدوري البطوله العربيه، فالاهلي ما لعبش المباراه، فالزمالك راح لعب المباراه والزمالك كسب، والكونفدراليه طبعا الزمالك كسبها، شفنا بحسنيه اغادير، وشفنا في المباراه النهائيه نهضه بركان بضربه الجزاء اللي اتحسبت بعد كلام طارق حامد مع بلاك سيما وعدم طرد الجنش اثناء تنفيذ ضربات الجزاء، جنش كان له ضربه جزاء في المباراه وانذار المفروض ياخده لما اتحرك في ضربه الجزاء، فبعد ما طلع الانذار رجعه تاني بلاك تيم، المفروض ما عملش حاجه، في خطا يعني في المباراه، وفاز الزمالك ماشي. قال لك ايه، والفوز بها، وفي كاس مصر امس مباراه المقاصه ومتوقع فوزه بها، امر غير معتاد عليه الاهلاويه يعني، الزمالك يعني امر غير معتاد اهلاويه ان يعني الزمالك يكسب مثلا ثلاث بطولات، السوبر المصري السعودي والكونفدرالية وكاس مصر. لذلك على كل زملكاوي أن يلتمس لهم العذر، أن يلتمس العذر لأي تجاوز، خاصة دكتورنا المحترم محمد العدل. أولا أنت عممت جماهير النادي الأهلي أنها عندها هستيريا أو جنون أو الهجوم أو الإساءة أو السب أو التجاوز أو وده النم فينم عن عقلية مع احترام لها فهمها ضئيل يعني، فهمها محدود. من النهارده تعمم تقول جماهير مش عارف جمهور الاهلي، مشاهده جمهور الاهلي حددت، مش بعض جماهير النادي الاهلي التي تتجاوز مثلا، مقبول يبقى، لكن انت اتكلمت عن جماهير النادي الاهلي كلها انهم مش متعودين الزمالك ياخد بطوله فبيشتموا. طب ما تاخد بطوله يا عم، هو انا معدوم البطولات؟ هو انا محروم البطولات؟ انا يعني كنادي اهلي انا النادي الاكثر تتويجا على مستوى العالم، مش على مستوى مصر، مش على مستوى افريقيا، مش على مستوى الوطن العربي، مش على مستوى العالم. النادي الاهلي 136 بطوله بيحتل فيها المركز الاول تربعا على عرش الانديه الاكثر تتويجا بالبطولات، 136 بطوله في كره القدم. فالنهارده انت عندك ده حسام عاشور قدك قد بطولات ناديك احمد يا طيب، حسام عاشور واحد معاه 12 دوري قد بطولات ناديك، حسام عاشور لعب 150 مش او اكتر من 150 مباراه في بطوله افريقيا قد مباراتك اللي انت لعبتها في بطوله افريقيا. يعني حسام عاشور لاعب في افريقيا قد ناديك في تاريخ ناديك كله. حسام عاشور لاعب تقريبا او ما يقارب يعني قريب، يا سابق يا قد لعبكم يا انتوا اقل من حسام عاشور. فانت بتتكلم عن لاعب في النادي الاهلي، لاعب بتاريخ ناديك، بالمباريات لعب مباريات بتاريخ مباريات ناديك في قاره افريقيا في البطولات الافريقيه، لاعب حاصل على 12 دوري بعدد بطولات تاريخ ناديك في بطوله في بطوله الدوري المصري. ايه بقى ده، انتوا خدتوا الدوري والكاس عاملين وبتقول يعني واخد سوبر مصري وكونفدراليه وايه والكاس كمان اللي انت بتتكلم عنه ده، النادي الاهلي كونفدرالية واخدها بقاله عمر، بقاله كام سنة، 5 6 سنين، وانت بقى من 16 سنة ما دخلتش بطولة افريقية او 17 سنة. فازاي يبقى في شوية منطق كده يعني؟ اولا اسلوبك وطريقتك ما بيزيدش يعني ما بيرفعش من قيمتك، على قد ما هو بيزود كراهية الناس ليك. يعني اسلوبك وهجومك واصله مش مقبول، مش عقلاني، مش منطقي. يا اخي في ناس تشوفها بتتكلم بمنتهى الذوق، بمنتهى الادب، بمنتهى الاحترام، من غير اساءه، من غير استفزاز، جماهير النادي الاهلي بتعشقها من لعيبه نادي الزمالك او من ناس ليها علاقه بنادي الزمالك. لكن في ناس كده سبحانك يا رب بتجي لهم الفرصه اللي بتبقى الوسيله انهم يظهروا على الناس، هي نفس الوسيله اللي بتكره الناس فيهم، بدل ما يكسب حب الناس لا بيكسب
كره الناس، فأنت من الشخصيات دي. ده سريعا. أما بالنسبة لموضوع زي ما قلت لحضراتكم برضو، اتحاد الكورة، اتحاد الكورة بادئ القصة بتأجيلات تأجيلات تأجيلات، يعني تأجيل انطلاق الدوري، تأجيل مباراة السوبر، تأجيل الإعلان عن مدير الفني لمنتخب مصر. النهاردة في كلام على إن ممكن يتأجل الكاس مصر، يتأجل شوية، يترحل يعني يومين ثلاثة. طب ليه يا إخوانا؟ أصل الزمالك واللي هيوصل قبل النهائي هيكون يوم 2 سبتمبر، والنهائي هيبقى يوم 5. طب ما يلعبوا يا سيدي. هو النادي الأهلي لو كان وصل ما كان هيلعب عشان النادي الأهلي. وبعدين يا عم هم عاملينه أهلي وزمالك، يعني هم محدد لما الجدول ده محطوط، واللي حطه قبل كده عامر حسين عليا وعليه. هو كان يعرف ان الاهلي هيطلع؟ كان يعرف ان الزمالك هيكمل؟ كان يعرف ان بيراميدز هيمشي؟ محدش كان يعرف حاجه. الراجل حط الجدول، هنلعب يوم كذا يوم كذا وكذا عشان عندنا ارتباطات يوم كذا. فالنهارده لا، الزمالك لازم ياخد راحه. ايه ما تلعب كل بدايات غير مبشره، يعني كل حاجه تاجيل تاجيل تاجيل، والنتيجة يعني الناس اللي أنا قلت لحضراتكم عسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم. وفعلا كل يوم بيظهر حاجات وتبان حاجات بتكره الزملكاوية قبل الأهلاوية في عمر الجناين، وده اللي شفناه امبارح. وفي ناس كتير صارت على ضرب مرتضى منصور بعد هجومه على عمر الجناين امبارح، فتح النار على عمر الجناين، وانت يا ابو منديل وانا وراك، مش هسيبك حتى في البنك ولا البنوك ومش عارف ايه، وجاي لك ومش جاي لك، وانت بتجيب لي مين وانت مش عارف ايه. اهل الزملكاويه بيدوسوا الاهلاويه، الناس اللي مسكوا المسؤوليه الاهلاويه خدموا الزمالك اكتر من الزملكاويه. فعمر الجنايني كل شويه هنشوف قصص وحكايات وروايات، وعلى ما يبدو ان القادم اصعب في الكره المصريه. الناس متصوره ان الحل قادم والتطهير قادم والدنيا هتمشي زي الفل والدنيا هتمشي مش عارف ايه. انا شايف العكس، الدنيا هتبوظ عن الاول. ده مش معناه ان انا مأيد هنا بوريدة او مجلس، بالعكس، لكن المنطقية في الاختيار والعقلانية واختيار اشخاص محايدة بتؤدي الى نتائج جيدة. لكن اختيار اشخاص لانتماءات علشان اتجاهات معينة، علشان ضرب نادي معين، علشان ضرب جمهور معين، اوعى تفتكر ان ده هيفيد من الكرة المصرية او سمعة الكرة المصرية في شيء. بالعكس، على مدار التاريخ الكرة المصرية هي الأهلي، على مدار التاريخ. يعني مع احترامنا النادي الزمالك، يعني الزمالك فرق شاسع بينه وبين النادي الأهلي، بتكلم بطولات، وأي واحد زمالكي وزمالكي يقول لي لا في فرق، يقول لي أصل أنتوا حرام ولا بطولات. بس في الأول والآخر يا أخي حرام على رأي مش عارف إيه، إذا كان حلال أدينا خدناه، إذا كان حرام أديكم أنتوا متضايقين ومتغاظين. يعني بصرف النظر عن القصة دي، يعني النهارده مفيش حد يطلع يقول لي الأهلي هو نمبر 1 في أفريقيا. التاريخ الكرة في مصر هو النادي الأهلي، المنتخب المصري هو النادي الأهلي. كل الناس المفروض أي واحد زملكاوي أهلاوي فاهم القصة دي. تعال شوف البطولات اللي خدها منتخب مصر، النادي الأهلي كان عامل إزاي، والبطولات اللي أخفق فيها منتخب مصر، شوفوا النادي الأهلي كان عامل إزاي. اللي نجح فيها الأهلي طبعا نمبر 1 ومستواه وقمة، اللي خسرها طبعا مستواه ما فيش، أو مستواه الأفضل في مصر لكن مش هو المعتاد في بالنسبه للنادي الاهلي. يعني مش ده المستوى اللي بيطمح ليه لا مسؤول النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي، في ظل اخفاق منتخب مصر من البطولات. يعني برضه النهارده مطلعين كلام على ان في خناقه ما بين وليد ازارو واحد رموز النادي الاهلي، والامن تدخل، والقصه وصلت محمود الخطيب وقال لك هنمشي وليد ازارو خلال الفتره المقبله. اشاعات، يعني اشاعات كل يوم، اشاعات لازم تضرب النادي الاهلي. النهارده وليد ازار واتخانق ما اعرفش مع احد رموز النادي الاهلي، وامبارح صلاح جمعه كان بيسهر وهيقعد على الدكه. خلاص يعني قصص، داخلين على الدوري والكلام ده كله، والاهلي هيبدا بقى يعني الدنيا تمشي تمام، او هيبدا الدوري وافريقيا وهنمشي نبدا بطولات جديده. فاضرب من بقى زي ما متعودوا على الست شهور اللي فاتوا، يعني على طول ضرب في النادي الاهلي واستقرار النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وهجوم على النادي الاهلي. يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.